مرحبا. يبدو أن هيمنة شركة سوني على سوق الألعاب عالميا ليست كافية بسبب المخاوف من المنافسة في سوق أوسع وهو سوق الهواتف المحمولة. تتغير إذن النظرة بعد عقود من التركيز على جهازها الشهير بلاي ستيشن لتتوجه إلى الحاسوب والهاتف. إذن تعلن الشركة اليابانية الشهيرة خطتها في يوم المستثمر السنوي للشركة عن أن نصف إصدارات الألعاب تقريباً سيكون متوفر عبر الحاسب أو الهاتف بحلول عام 2025. فكيف ستتغير شكل الألعاب والشركة معها مع هذه الخطة التي تهدف لمواكبة السوق؟ قبل أن نبدأ أن نتعرف عن أي شيء، دعونا نتعرف على عالم سوني جيمز. سنبحث في هذا الموضوع مع ضيفي معنا صانع المحتوى المتخصص في ألعاب أو الألعاب أحمد غسان الشهير بأحمد السوري. أهلا وسهلا بك معنا من القاهرة هو أحمد، وأيضا ينضم إلينا من دبي خبير الإعلام الرقمي أيمن عيتاني. أهلا وسهلا بك أيمن. رح نبدأ من القاهرة مع أحمد السوري إذا بحب نسميه هيك، أحمد غسان. نقول أنه الألعاب الآن منتشرة بشكل كبير، لكن هل في فرق بين اللعبة بالفيرجن تبعها على البلاي ستيشن وعلى الكمبيوتر وعلى الموبايل، ولا هي نفس اللعبة بتكون؟ لا طبعا اللعبة بتختلف، يعني نسخة البي سي دايما بتبقى رسوماتها بتبقى أقوى من نسخة البي اس 5 أو البي اس 4. طبعا نسخة الهواتف دايما هي الأضعف عشان إمكانيات الهاتف دايما هي الأقل، فالرسومات عليها بتبقى أضعف، ومش كل اللعب أصلا بيقدروا ينقلوها على الهواتف. في لعب كتير مش بتنزل على الهواتف لأن الهواتف ما تقدرش تستحمل لعبة زي God of War أو Horizon، تبقى تقيلة عليه. طب يعني بتبقى المشكلة تقنية، مش المشكلة في أنه حجم الشاشة أو الأصابع أو يعني الأدوات المستخدمة، هي المشكلة في الأساس تكون تقنية. تبقى تقنية وكمان ممكن الكنترولر يبقى متعب للاعب اللي بيلعب على الهواتف. طبعا، وإذا كانت أنت عم تلعب تقنية عشان حجم فيفا 22 أو لعبة كرة قدم مع أكثر من لاعب ممكن تلعبها على الجيم، لكن على الموبايل يعني حيصير في مشاكل بين الناس وهي بتلعب او هي بتسوي كنترولر. طيب خلينا نسال ايمن عيتاني هنا سريعا ايضا الخبير الرقمي في دبي، الى اين يتجه السوق الان؟ فعلا الهواتف موجوده وكثيره، لكن الهواتف اللي هي بسموها هواتف الجيمينج غاليه الثمن يعني وتقيله وفيها مشاكل مراوح، هل فعلا في توجه الى انه زياده استخدام الهواتف في الجيمينج وفي الالعاب؟ يعني هلا مؤسسه مثل سوني جيمز عندها عاده مردود من اجهزه خاصه مثل البلاي ستيشن الخاصه فيها، وكمان مردود من يعني اللعبه الالكترونيه، يعني فنحن كاهل عم نشتري شغلتين، نشتري الجهاز
بيكون حقه 2000 3000 4000 درهم، او وكمان فوق رجع مشتري حق اللعبه. يلي عم بيقولوه سوني، هن عم بيقولوا هن حيفتحوا العابهم يكون موجوده على اجهزه مش الخاصه فيهم هن، على جهاز الكمبيوتر على جهاز التليفون. فهون هيدي مؤسسه سوني عندها نفس المشكله اللي كل المؤسسات عندها اياها، هيدي بيقولوا طب انا اذا اللعبه متاحه بغير محلات حيضل الناس تدفع حق الجهاز، اما لا يعني. فهني هون عم ياخذوا خطوه يلي موجوده يعني فوق العشر سنين فيها الخوف الموجود، وغيروا خطأ الخطوه وقدر ينجح فيها. وسوني عندها امكانيه انه تنجح فيها يوسف، خاصه انه فيها العابها، فيها تعمل منها كمان افلام، فيها تعمل منها ملابس، فيها تعمل منها كل شيء في نوع العاب، مش بس يكون الكترونيه كمان ليكون لها مردود. طيب اذا رجعت لك احمد في القاهره، انت كيف شايف الموضوع؟ شو رايك فيه؟ يعني كلاعب وصانع محتوى وبتحب الالعاب والجيمينج، هل تعتقد انه يعني سوني تحديدا بما حققته بالبلاي ستيشن، هل هي في الاتجاه الصحيح انت كمستهلك؟ هو طبعا اللعب على البلاي ستيشن دايما افضل من اللعب على الهواتف، مع ان سوق الهواتف بيكبر، يعني بيكبر جامد سوق الهواتف. وكان في احصائيه نزلت من كام يوم ان شركه تينسنت اللي هي بتاعت الصين عملت ارباح اكتر من سوني، وده كله من خلال سوق الهواتف. هم ولا عندهم لا جهاز منزلي ولا عندهم اي شيء، هم بس ناشرين للعب زي ببجي وليج اوف ليجند. هم يعتبروا تخصصهم هو نشر الالعاب على الموبايل، وحققوا تقريبا 30 او 35 مليار في خلال سنه واحده. طيب. وسوني حققت النص تقريبا، حققت 18 مليار. فلما لما شركه زي سوني تشوف الفرق الخرافي ده بالمبيع والارباح، لازم طبعا يدخلوا سوق الهواتف. سوني طيب. عايزه ترفع قيمتها في السوق، يعني سوني أحمد عايزين يبقوا خلينا قبل ما ندخل في الارقام، خلينا في عندنا بعض الارقام اللي حنعرضها على المشاهدين، واعود واتكلم معكم عن يعني سوء الأرقام الذي يدفع سوني إلى اتخاذ هذه الخطوة. طيب أستاذ عيتاني، هنا يعني شفنا شوية أرقام، وأحمد كمان حكانا عن أنه سوني تريد رفع أرباحها، لكن إذا جينا نتكلم الآن عن السوق بشكل عام، هل التقنيات اللي موجودة بتتحمل؟ يعني الإنترنت، الهواتف الجديدة اللي نازلة، هل بتتحمل أنها تتحمل عليها ألعاب كبيرة و يكون في عندها القدرة على أنها تشغلها بشكل جيد وكويس؟ أنا بدي أعنى بطريقة تانية. نحن كأشخاص بهمنا، عم نقضي وقت كتير إحنا على الأجهزة، إذا كان جهاز المحمول أو الآيباد، إذا نحن ككبار وكمان كأولادنا صغار، وين ما عم نكون، اذا انا ناطر بالصف بالبنك او بغرفه الجلوس او باجتماع وزهقان، يعني فبيهمني عم العب اقضي وقت على الجهاز المعي اللي هو كان جهاز محمول او ايباد او انا بالبيت في كمبيوتر او جهاز بيت. فنحن لانه بيهمنا الوقت، حتى لو في شويه تقصير بالمكنه اللي انا عندي اياها ما عم تلحق على هالصوره الرائعه او الانترنت السريع، بس انا بيهمني بهالوقت بدي اضيع وقت. فمنشان هيك حتى لو هي شوي منا كاملة مثل جهاز يلي مشبوك بيكون على التلفزيون، بس أنا لا بيهمني، أنا لما أكون بغرفة الجلوس عندي زيارة، أنا ابني عنده زيارة بمحله ما بده يهتم بحدا، على جهازه يتحملها وما عنده مشكلة بينبسط فيها، أحسن يعني أحسن ما بده ينتظر ليرجع البيت ليعملها يعني. صحيح صحيح. وإذا كان في ماتش فوتبول راح تحرمه أنت أكيد من الشاشة ومن التلفزيون ومن الإنترنت يمكن حتى عشان تتفرج على الماتش إذا كنت متابع. طيب أحمد، سأعود لك في القاهرة. أحمد، يعني فعلا الكلام هذا منطقي جدا اللي قاله أستاذ عيتاني، أنه في أوقات الفراغ في صف طابور في كذا ممكن الناس تكون زهقت من كاندي كراش، عايزين أشياء
يعني معقدة أكثر، لكن هل فعلا ممكن تلعب جيمز أنت في وقت فراغك بنفس الجيمز اللي احنا بنتكلم عنها في السوني بلاي ستيشن؟ هل هذه كأفكار وألعاب ممكن تنلعب في وقت الفراغ، ولا عايزة تركيز وعايزة شاشة واضحة وتحتاج إلى يعني إنترنت أسرع؟ لا، هو الموضوع ملوش علاقة بالإنترنت ده طبعا. في حالة لو أنت بتلعب لعبة سنجل بلاير، لعبة قصة، يعني أنت مش محتاج النت في شيء. بس هل ممكن تستحمل أنك تلعب لعبة زي جود أوف وار على شاشة 5 أو 6 بوصة؟ يعني ده هيبقى حرام بصراحة. يعني فاللعب الرسوماتها عالية، بتحتاج شاشة كبيرة 4K أو 1080p. ما ينفعش إن أنت تلعب على شاشة 6 بوصة ومش هتخش في الإحساس التجربة. يعني دي لعبة مخصصة إنك تلعبها على بلاي ستيشن 4 أو الفايف. ما ينفعش إنك أنت تيجي تستنصح وتلعبها على التليفون. أكيد في لعبة على التليفون تبقى حلوة على التليفون، مثلا زي كول أوف ديوتي على الهواتف. دي مكانها التليفون. ما ينفعش انا اروح العبها على الكمبيوتر، هتبقى مش حلوه. صحيح. او على البلاي ستيشن، طبعا مش هتنزل على بلاي ستيشن، بس ممكن تلعبها بمحاكي على الكمبيوتر، مش هتبقى حلوه. طيب، عشان رسوماتها هي اصلا ضعيفه، وعلى الكمبيوتر هتبقى فيها مشكله. طيب اسمحوا لي هنا ان يعني سالنا الناس، يعني خلينا نعطي بعض الداتا اللي حصلنا عليها، لانه سالنا الناس على صفحتنا على تويتر، هل تفضل ممارسة الألعاب على الهاتف المحمول أكثر من أي جهاز بلاي ستيشن، يعني موبايل ولا تلفزيون؟ نعم أحب 40% على الموبايل، لا أحب 60%. يعني تقريبا جاءت النتيجة لصالح يعني من يفضلون التلفزيون والبلاي ستيشن أكثر من اللعب على الموبايل. طب أحمد، حأعود لك، أنت من خلال متابعتك للي بيلعبوا هنا، إذا صارت الألعاب كلها على الموبايل مش راح يسوي لها مشاكل اجتماعية؟ يعني أحيانا أنت بتحاسب نفسك أنه أنا قضيت وقت طويل في الألعاب أو حتى في الموبايل على السوشيال ميديا، الآن إذا أصبحت حتى الألعاب على الموبايل مش حيتسبب هذا في عزلة في بالنسبة يعني لك؟ لا، هي ما اعتقدش، هي بتبقى حسب الشخص نفسه، هل هو معزول ولا لا. يعني سواء هو بيلعب على تليفون او جهاز، فتقريبا الاحساس هيبقى واحد للشخص نفسه، فما اعتقدش ده هياثر عليه ولا هياثر على سمعك، لانه حتكون حاطط الهيدفونز واللعبه فيها موسيقى عاليه وغير هيك. هو اكيد طبعا ما ينفعش واحد يلعب 24 ساعه في اليوم. يعني في ناس بتلعب مثلا فهو راكب محطه مترو، في ناس بتلعب وهي رايحه الشغل. فهو سوق الهواتف حلو في النقطه دي، بس برضو ما ينفعش ان انت تديني لعبه رسوماتها خارقه وتقولي العبها على التليفون. التليفون نفسه مش هيستحمل يعني. طبعا هذه وحتسوي لك مشاكل، زي لعبه البوكيمون اللي كانت زمان واللي خلت الناس تركض وراء يعني بعض في الشوارع وهي بتدور على البوكيمون. طيب خليني اسال استاذ عيتاني، على بيوت الناس. تدخل على بيوت الناس. طيب استاذ عيتاني، فعلا هذه النقطه مهمه بالنسبه للاسواق وبالنسبه للترند اللي ماشي، لكن تأخرت سوني شوي. يعني زي ما قال لك أحمد، في شركات أخرى دخلت وحققت أرباح. سوني أصلا يعني في الهواتف المحمولة كمان مش كتير سوقها ماشي. هل ممكن أن تكون قادرة على أنها تحول الألعاب بس بدون ما تطور الهاردوير تبعتها في الموبايل وفي الكمبيوتر، ويكونوا بأسعار ممكن تبيعها وتنافس فيها أيضا؟ سوني عندها ملكية فكرية لألعاب معينة، هالألعاب بس سوني عندها إياها بتملكها، فإذا سوني ما عملتها على الهواتف المحمولة أو على الكمبيوتر منها موجودة، فهيدي إلها إمكانية أفضل عن غير مؤسسات لتقدر إنها هي تنافس وتكون موجودة عليها. وثاني شغلة، الناس اللي بتلعب، وأحمد بيقول لك الناس بتلعب دقيقة، يعني إذا اللعبة جاية ضعيفة أو ما بتسلي رح يخبروا العالم كلها، فكمان سوني واعية لهالموضوع وحتقدر تلاقي طرق لتكون شوي بتضل ناس بتحب تلعبها وواعية إنه أنا على الجهاز المحمول غير إذا أنا بالبيت عم اشتغل فيها يعني. وكمان شغلة من شان موضوع كاجتماعيا، أنا كنت عم فكر قبل نكون على الهواء أنا وياك، إنه عم نحكي
بالالعاب يعني. بس هلا اكيد احمد لما كان اصغر وانا لما كنت اصغر، يا احمد فوت خلص درسك اترك لي لعبتك هلا، وين شو حتستفيد من هالالعاب؟ هي احمد وين موجود؟ هيني انا موجود هلا معك، هيك انت يوسف شو عم تسالنا؟ فهيدي اجتماعيا في لها ضرر شوي، بس كمان في لها استفاده لنا نحن، انه لانه في ناس عم تطور العاب، ناس عم تعمل تسويق للالعاب، ناس عم يعني عم يكون لما تدخل بس لحتى تلعب والناس تصورها، فهيدي عالم كامل صحيح. جديد. والله والجيل الجديد فعلا يعني يتطور بشكل سريع جدا، أكثر مما يمكن أن نحن نتخيل، وبالتالي فعلا ما يناسبهم ممكن ما يناسب اللي أكبر فقط ب5 سنين أو 7 سنين مش أكثر. يعني الجيل على كل ما بدي أدخل في مسألة العمر، بدي أشكركم شكرا جزيلا ضيفاي. كان معي المتخصص في مجال الألعاب أحمد غسان من القاهرة، شكرا جزيلا لك أحمد، وأيضا الخبير في الأعمال التجارية والرقمية أيمن عيتاني كان معي من دبي، شكرا جزيلا لك.